من مغيث يغيثنا؟ هل من ناصر يغزونا؟ أما من داب يدب عن حطب رسول الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأني لم أخرج أشراً ولا مطراً ولا مفسداً ولا ضالاً وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي والله لا أعطي بيدي إعطاء فريد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي أنا ابن علي الضخ من آل هاشم وجدي رسول الله أكرم من مشى وشيعتنا في الحشر أكرم شيعة ومبغضنا يوم القيامة يخسر فطوبى لعبد زهر ما بعد موتنا بجنة عدن فهمها لا يكدر ربنا تقبل هذا القربان من عبدك